السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا. هعمل النهاردة بوريك باللحمة المفرومة. أول حاجة بعملها، أول خطوة، بعصر اللحم. حطيت بصلاية متوسطة وبشوحها بسيط كده. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، حطه على البصل. هحط فصين من الثوم، هحط شوية فلفل حلو، بقلبها حلو قوي. ومعايا ملح وفلفل اسود وكمون والسبع بهارات وبابريكا وربع معلقه كده هيل مطحون. بسم الله الرحمن الرحيم، اللحمه اتعصجت بقت بالشكل ده، ريحتها حلوه جدا. وبعد كده حطيت نص كوبايه زيت على نص كوبايه سمنه على 2 بيضة، وهحط عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه ملح صغيره، نص معلقه فلفل اسود. مع نص كوباية قهوة، وهضربهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، دهنا صينية بالسمنة البلدي، وبعدين بعد كده فردة الجلاش. طبعا انا حطيت 2 فوق بعض لان انا عندي الجلاش تخين شوية، فلو ارق من كده ممكن 3. امسحها كويس، احط اللحمه المفرومه، اتنيها الاول كده، بعدين احط اللحمه المفرومه. اقفلها من جناب كده، وابتدي الفها. اجيب الصينية، هي على قد الطول بالظبط، سقيتها. بعد ما عملت الصينية سقيتها بقية الصوص، وهنبتدي نقطعها. طبعا لازم تتقطع قبل ما تدخل الفرن بالشكل ده كده، وبعدين كل نص 2 هرش عليها شوية سمسم، ودخلها الفرن على درجة حرارة 180 من تحت بس. وأول ما الاقي إنها بدأت تلون من تحت كده بسيط من الجناب، أولع عليها الشواية من فوق. وخلص الجلاش معانا وريحته حلوة جدا، وياريت الوصفة تكون عجبتكم وتعملوها.